قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم إن الدعوات التي وجهتها الدول الغربية لطهران لضبط النفس فيما يتعلق بالرد على إسرائيل تفتقر للمنطق السياسي وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي، مضيفة أن طهران لن تنتظر الإذن من أحد لترد. وكانت ثلاث دول أوروبية وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا قد أصدرت بياناً أمس دعت فيه إيران وحلفائها إلى عدم مهاجمة إسرائيل بعد مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهر الماضي. هذا ودعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الدول الثلاث إلى الوقوف بحسم ضد الحرب في غزة وضد تحريض إسرائيل على الحرب، منتقدا تقاعس مجلس الأمن وكذلك الدعم السياسي والعسكري الواسع من الدول الغربية لإسرائيل. كشف جيف فليك السفير الأمريكي لدى تركيا في لقاء مع الصحفيين في إسطنبول مع انتهاء فترة خدمته أن الولايات المتحدة تطلب من أنقرة وحلفاء آخرين لهم علاقات مع إيران في إقناعها بخفض التوترات في الشرق الأوسط. وأضاف متحدثا عن الممثلين أتراك لدى واشنطن إنهم يفعلون ما في وسعهم للتأكد من عدم تصعيد الأمور.